ولا فرق مزوج الى خط البرسمه ديالو ويعيش ولا يشوف رفاهية. جو راه شرفو هنايا الناس العيد راوش هنا كاين اللي كاري عبيت طيح عليه السقف كاين اللي سبحان الله العظيم الدار هذه راه شحال وحنا تنهضروا عليها ولكن ما كانتش واصل السلطات ودابا الحمد لله البارح جا واحد النائب ديال القيد تيقول لي عبد الرحيم وبلغ القيد البارح وبلغ السلطات كلها واليوم راه صبحوا داروا هذه القريه جاده هنايا ونتمنوا من السلطات الدعم هاد الناس الديور راه شرفوا هنايا راه كره در السلطان عنده صوره وراه تبارك الله راه حنا دوله الحق والقانون وتبارك الله الله ينصر الملك ويخليني هنا ويخلينا الدوله على هذا الشيء هذا راه خصهم تدعيم الا كانوا غيدعموا الديور الناس العيد راهوش هنا كاين اللي كاري عبيت طيح عليه السقف كاين اللي سبحان الله العظيم الدنيا شويه دايره السلطه التفت شويه لهاد الناس هادو وتشوف من حالهم راه هادشي راه بزاف هنا الديور دابا تيطيحوا دابا الناس ساكنين هنا الساكنين دابا حنا ساكنين الادروات اغوش ما تعرفاش يطيح الانسان ناعس يطيح عليه داك الردم راه غادي نوليو خراب راه جر الى جرت هذه هبطات راه جر راه غتجر هاد الدار ديالي غتجر لي الدار ديالي اذا غادي من ساعتي غادي نعس في الزنقه انا وولادي وعندنا وطن واحد هما الدراري تيكونوا تيلعبوا هنايا في الزنقه تيكونوا تيلعبوا كره من مساكن الله يحسن الاوان ما عندهم فين يمشيو تيلعبوا كره تيلعبوا طيح على شي واحد من الدراري هادو ما عرفش الخدم البكاء بنادم يبقى يبكي يقول كون كون الشرف راه عنده تاريخ درب السلطان راه عنده راه فوق من 90 عام ولا 100 عام انا اللي كنهضر انا تقريبا راه عندي 60 عام هنايا انا في عمري دابا في عمري هذاك سميتو 60 عام انا راه عندي 60 عام هنايا بالزايده وكبره هنايا هذا السلطان عنده واحد الموهبه اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن هادشي خص كما قال الاخ محمد كنطلبوا من السلطه تدخل السلطه دابا راه دخل الحمد لله معنيه الناس معنيه راه وصلهم النداء ديالنا البارح والحمد لله حنا راه توصلوا به ودابا كاين شي نظريه ينضرب بحال الدرجه حيدو قبل ما السلطات تنفذ قبل ما ودابا منين الدار عوارتها راه شي تسطى شي مسكين ما كاينش مريض ما كاينينش مساكن الله يحسن الاعوان راه شي مات شي ما الدار بقات مهجوره هكا ما كاينينش اللي غادي يجي كونفيرمي معاهم هنايا ويسيني لهم على ان الدار بغيناها تريب شكون غادي مع عمرنا نهضروا هنا لما دخلت المخزن دخلت السلطه وما قامش بالواجب راه ما كان غادي يقوم بالواجب ماشي طيح على عباد الله هنا باش يقولوا راه المشاكل راه حنا انتم ما علمتوش ما درنا راه الحمد لله دابا راه علمنا وراه في راس السلطه راه في راس القيد دخل البارح القيد النائب واحد تيقول عبد الرحيم جا هنايا وقف وشاف وعاين المكان بالفوتو ديالو بالمسائل ديال الدار كيفاش تطيح هذا الشيء وهذه قال لك غدا غادي نجيب لكم هذه الحواجز اللي كاينين دابا تشوفوا فيهم هنايا فعلا راهم جابوهم اليوم ولكن دابا راه تحت الكل مخروقه كل بايله راه تشوفوا كل طيبه تباركه هنا حتى طاحت جاب الله ما طاحتش فوق راسي كرنا المهم ما عرفتش انا كيفاش واش ما معلومينش واش الله المهم راه الا جيتي تشوفي الصراحه راه معلومين راه ديجا راه خاويه هذه 3 سنين ولا بعد 4 سنين باش خاوي انا كل عام العام اللي كنجي فيك يقول لك راه غدا تطيح المهم راه ما طاحتش حتى البارح انا باركه هنايا عاد سمعتها الصراحه تخلات باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس